السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كنشكر الناس اللي متبعيني ومشجعيني وكنرحب بالناس الجدد. اليوم غادي نقترح عليكم كيفيه تحضير عجين الصابلي، عجين الصابلي الخاص بالتورته. ليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ميتين غرام دقيق، 100 غرام زبدة باردة مقطعة طريفات صغار، 50 غرام سنيدة أو 75 غرام سكر جلاسي، بيضة واحدة 50 غرام أو 40 غرام، 25 غرام مسحوق اللوز، وشوية الملحة باش كنتبتو المذاق. كنوضعو في الباتور سنيدة، سكر ثقيل، الدقيق، الملحة، مسحوق اللوز، ثم الزبدة مقطعة طريفات صغار. هنايا غادي نخدمو بالباتور وبالورقة، نقدرو نخدمو حتى بيدينا. كنبداو نرملو بالأصابع، نرملو داك العجين ديالنا أو بالباتور. هنا ما كنخدموهاش بزاف، غير كنرملوها حتى كنحصلو على هاد القوام، يعني العجين ديالنا راه مرمل. فهاد الحالة هادي عاد كنزيدو البيضة، البيضة غير كنجمعو بها العجين، يعني ما كنخدموش بزاف باش ما كيسخنش لينا الباتور وباش الزبدة ما كتدوبش لينا بزاف وكتعجن لينا داك العجين، كتولي معجنة، كنقولو مدقصة، ما كتبقاش مرملة. كنخدموها غير بعض الثواني وكنحبسو، كنحصلو على هاد القوام اللي هو مرمل كيما كتشوفو معايا، راه ما معجنش، كيبقى محافظ على ديك الترميلة ديالو. بعد كنوضعو العجين فوق سطح العمل، كنضربو غير شويه بكف اليد، غنتاكدو بان ما بقى لينا حتى شي طرف ديال الزبده اللي هو باقي صحيح. صافي، هنايا كنديرو لها واحد الشكل دائري وكنبسطوها شويه من الفوق، وكنديروها فيلم بلاستيكي وكنخليوها في الثلاجه لمده 10 دقائق او اكثر. ممكن العجين ديالنا راه واجد لينا، حصلنا على عجين صابلي هش ولذيذ كذلك. ما كيفاش كنبسطوه وكيفاش كنوضعوه في المول وكيفاش كنطهيوه مع بعض النصائح، تابعوا معايا حتى الاخير للاستفاده. بعد ما كياخذ العجين الوقت الكافي في الثلاجه، كنرشوا سطح العمل بالدقيق، ثم كنبداو نبسطوه بالرولو، كنحاولوا نحافظوا على الشكل الدائري، يعني مره كندورو وفي نفس الوقت ما كيتلصقش لينا فوق سطح العمل، ولا داعي اننا نكثروا الدقيق باش كنحافظوا على داك القوام ديال العجين ديالنا. صافي، هنا كنبقاو نبسطوه ومره كنبقاو نعبروا بداك المول اللي غادي نديرو فيه. بالنسبه ليا انا عطيتكم المقادير ديال مول دائري فيه 24 سنتيمتر دو ديامتر، يعني العرض ما كيكونش غليظ، كتكون واحد 1 سنتيمتر تقريبا. ومن بعد كنبقاو نتقبوه اما بفورشيت واما ببيك باك، وهنا كنهزوه بالرولو كيما كتلاحظوا معايا، راه ما كيتلصقش وما كيتقطعش. صافي، كنديرو هنا في الرولو في المول، عفوا على حساب المول اللي عندكم، الا كان ما كيتلصقش راه مزيان، والا كان كيتلصق كترشوه بشويه كتدهنوه بشويه ديال الزبده وكترشوه بشويه ديال الدقيق. صافي، هنايا كنبداو ناكدو على الجناب، ضروري كناكدو على الجناب باش ما كتخرج لينا يعني لا طخت ديالنا مبوقه، كتخرج الشكل ديالها جميل بحال كتشريوها من المحلات. وهنايا كنبداو نقطعو داك العجين الزائد، عاودو نرجعوها للثلاجه كتبرد لينا لمده 10 دقائق باش دوك الجناب ما كينزلوش ملي كنطيبوهم في الفرن. اما بالنسبه للطهي فعلى 180 درجه لمده 20 دقيقه. المقادير والطريقه، حصلنا على عجين الصابلي، فكنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.